السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم جيت لكم بواحد أكلة، واحد وصفة كما كتشوفوا هنا عندي المقادير ديالها. نقدم لكم المقادير ديالي بسم الله على بركة الله. هنا عندي هنا تقريبا كيلو ونص ديال الطومات هكا، هذه اللي كنشريها هكا، ودرت بواطه بحال هذه، ودرت جوج بواطات من هادو. هذه كنشدها كنديرها في المولينيكس، كنطحنها دغيا، ما كملاش جوج ثلاثة دقائق درت جوج من هادو وخلطت كل شيء هنا. وهنا عندي جوج حبات ديال الخيزو الجزر، وعندي هنا جوج طخونش ديال صغار ديال هذا ديال الكرافس، وعندي هنا واحد الثومه صغيره، وعندي هنا واحد البصله هي صغيره، وعندي هنا نص كيلو ديال الكفته، وعندي اكيد طبيعه الحال هذا الباط ديال لازانيا، وعندي الموتزاريلا هذه للتزيين، مش التزيين التحضير، كديروها من الفوق وكديروها في الوسط ديال لازانيا. وغادي نشد هذا الشيء، هاد المكونات هادو غادي نطحنهم في المونينيكس ولا في الاشوار ولا اللي عندكم في الدار، مهم غادي نطحنوا كل شيء هادشي كامل بعداتهم، وغادي نشد نقليهم في المقله، نقليهم مزيان يتشحروا في المقله مزيان، وغادي نزيد عليهم العطري ديالهم، ومن بعد نزيد عليهم الكفته ان شاء الله. بسم الله غادي نديروا الزيت. كما كتشوفوا هنا انا درت واحد المقله ثقيله، خص تكون مقله ثقيله حيت كتلعب الدور بزاف بالنسبه للازانيا، هي خصها تكون اصلا واحد ثقيله حيت كتلعب الدور بزاف المقله. بسم الله غادي نزيدوا هذاك الحشوه ديال البصله والجزر والكرافس والثومه، هذه جد مهم بزاف باللي خصكم ديروا هذه الحشوه هذه باش كنديروا لازانيا ديالنا، الا ما درتوش ما كتخرجش زوينه، حيت هذه هو السكري، هو كما كيقولوا البنه ديال لازانيا، على داكشي كتسمى لازانيا بهاد الحشوه هذه. وكنخليوها طيب مزيان، كنشوفوا صافي هذاك الماء ديالها مشى، وكنشوفوها صافي طلقات، وكنزيدوا عليها هذا الكفته، وكطيب هذيك الكفته واحد شويه، وكنزيدوا عليها لاصوص طوماط، وكنخليوها هي اصليا هي كتاخذ بزاف ديال الوقت اللازانيا، حيت هي خصها طيب الاقل طيب 3 سوايع. الحشوه ديال اللازانيا خصها باش كنجمعوها كامل نديرو كاع المقادير ديالنا، باش كنساليو نديرو المقادير ديالنا وكلشي، خصها 3 سوايع ديال الطياب. هادي الطريقه صحيحيه، هي خصها 3 سوايع، ولكن اللي ما عندناش الوقت والوقت كان مزير لينا ولا شي حاجه، اقل خليوها ساعة ونص خصها تطيب ساونس اوبليجي ان شاء الله. غادي نسدو عليها ان شاء الله، ونخليوها حتى كنسمعوا نزلات مزيان، ونزيدوا عليها الكفته ان شاء الله. وهنا ان شاء الله غادي نحضروا البيشاميل. هنا عندي تقريبا 300 غرام ديال الحليب، وهنا الزبده غناخذ 2 معالق ديال الزبده كبار، وهنا غادي ناخذ 2 معالق كبار ديال الطحين. هنا عندي كوزه وغادي نطحن فيها واحد شويه، والملحه وشويه ديال الابزار. بسم الله انا غادي ندير 2 معالق ديال الطحين، غادي ناخذ 2 معالق ديال الزبده، ما يكونوش عامرين بزاف. غادي نخدم هادشي بالضراب،
شويه بشويه نزيد الحليب ديالي. وغادي دابا ندوزوها فوق النار مهيله بزاف بزاف بزاف، ونبقاو نحركو ما نجلسوش ما نحركوش، خصنا نبقاو نحركو 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 حتى طيب لينا، نشوفو صافي راه تجمعات لينا البشاميل ونطفيو عليها. تقريبا كتاخد واحد 6 7 دقائق، راه ما كتاخدش كثر حتى 10 دقائق. صافي نطفيو عليها ونخليوها تبرد وتتوجد المقادير الاخرين. على ديال الشكل ديال لاصانيا ديالنا، بسم الله. هي هذيك البيشاميل واللاصوص بالكفته والطوماط، وانا عندي تقريبا 200 غرام ديال موتزاريلا. في الفيديو في الاول راه وريت لكم الشكل ديال الموتزاريلا، درت منهم جوج، و لاباط كتكون قاصحه، كتكون انا بعض المرات كناخذها فخاش، كتكون ديجا دايره كتبع فخاش، ومشيت ناخذها وما لقيتهاش، وخديت هذه في بلاصتها وزوينه حتى هي، زوينه الصراحه كتجي زوينه. وبسم الله على بركه الله غنديروا بسم الله شويه ديال لاصوص هنا في الاول ديال بلا ديالنا، وانا راني شعلت الفران 180 درجه دابا تقريبا شي 10 دقائق كبش شعلته، باش فاش ندخلوا لازانيا ديالنا تكون الفران سخون وما غاديش تاخذ لينا بزاف ديال الوقت ديال الطياب. بسم الله. انا هاد ما كنطيبهاش حيت الرقيقه بزاف، راه دغيا كطيب غير بالحشوه ديالها ديال لاصوص والبيشاميل كطيب، راه ما كتاخذش الوقت نهائيا. كاين اللي كطيبها، كاين اللي كيديرها في الماء، كيسلقها في الماء وعاد كيزيد كيديرها، كيدير عليها هاد الحشوه هادي. انا ما عمرني طيبتها في الماء، كنديرها ديما هكا، ندير ليها الطريقه هادي وراه كتجي زوينه بزاف ودغيا كطيب. دابا نديرو البيشاميل بسم الله. البيشاميل البنات الا ما درتوش فيه البيشاميل راه ماشي لازانيا، حيت كتبن منها بزاف وكتعطي واحد المذاق زوين بزاف بزاف بزاف. نبقاو نديرو في هاد المرحلة هادي حتى نساليو الحشوة ديالنا، يقدر تكون 3 ديال الطبقات، 4 5 على حساب كل واحد و قياس المقادير اللي دار. وهي غدا انا غادي نكمل هكاكاه
تنسالي نديرو الجبن موزاريلا هي البنات ساليتها وجبت لي تقريبا 6 ديال الطبقات ودابا غادي نحضرها في الفرن ان شاء الله بحول الله وغادي الوقت ديال الطياب تقريبا 20 دقيقه وخص يكون عندكم الفرن سخون تشعلو قبل ما ديروا فيه اللازانيا خص يكون الاقل واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق قبل ما تبداو شعلوا الفران ديالكم 180 درجة و20 دقيقة.